أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس أن كل الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301 قد انتهت بشكل تام، وذلك استعدادا لعمليات الإطلاق غدا على قمر فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية. وللمزيد معنا موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله. محمد، بعد التحية ضعنا في التفاصيل لديك. نعم، يعني خلفي الآن القاعدة، قاعدة كاب كرنفال التي سينطلق منها القمر الصناعي المصري نايل سات 301 على الصاروخ فالكون 9 بلوك 5 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية. إليكم في البداية الوضع الحالي للقمر الصناعي المصري، معلومات حصرية استطعنا الحصول عليها للتلفزيون المصري. الوضع الحالي للقمر 301 هو موجود الآن داخل الكبسولة التي موجودة أعلى قمة الصاروخ فالكون 9، وهذا القمر يسكن الآن داخل هذه الكبسولة في أعلى قمة الصاروخ استعدادا لانطلاق القمر. وضع الصاروخ الآن ووضع القمر تم وضعه على الوضع الرأسي على منصة الإطلاق، وكان قبله موجود على الوضع الأفقي، ووضع القمر داخل الكبسولة الخاصة بالإطلاق والتي سينطلق منها القمر الصناعي المصري 301. وتم في هذه اللحظة وضع القمر الصناعي المصري داخل الكبسولة على قمة الصاروخ، ووضع الصاروخ في وضعه الرأسي على منصة الإطلاق. قبل هذه الإجراءات، قبل هذه الخطوة، كانت هناك عدد من الإجراءات الهامة. كان ختام هذه الإجراءات هو وضع خطوة هامة وحرجة للغاية بوضع تغذية خزانات الوقود الخاصة ب 301. وهذه المرحلة هي مرحلة هامة وخطيرة للغاية، وتم بالأحرى وجود مندوب شركة النايل سات المهندس حمدي منير، وأيضا المسؤول عن الشركة المصنعة تالس، الشركة الفرنسية المصنعة، كان حاضران لتخزين القمر الصناعي المصري 301 بالوقود. هذه الخطوة هامة لماذا؟ لأن عمر القمر الصناعي أو عمر أي قمر يتم قياسه بمدى تخزينه بشكل كفء وبشكل جيد. تم تخزين القمر بالوقود، وتم وضعه داخل الكبسولة مثل ما أشرنا، وكان هناك إجراء هام للغاية أيضا. تم اختبار القمر وهو داخل الكبسولة في أعلى قمة الصاروخ، تشغيل القمر والاطمئنان على أنه يستقبل بيانات ويرسل بيانات حتى يتم الاطمئنان على جاهزية القمر في خطوات كاملة. هي إجراءات معقدة وهامة للغاية، ولكن للاطمئنان على القمر قبل انطلاقه. أيضا كان هناك إجراءات هامة للغاية بدأت بها شركة سبيس إكس منذ وصول القمر إلى قاعدة كاب كرنفال قادما من فرنسا على متن باخرة ألمانية. تحرك من فرنسا في 28 من إبريل ووصل 14 مايو إلى كاب كرنفال. تم إجراء اختبارات كاملة على القمر 301 لمعرفة هل القمر تأثر حينما تم نقله بحرا، تأثرت أجهزته، تأثرت أجهزة الاستشعار به، الخزانات الوقود أو الطاقات، هو يتمتع بأربع خلايا شمسية، هل تأثرت هذه الخلايا أم لا؟ الحمد لله وضع القمر رائع للغاية، وضعه في حالة ممتازة. بقي إجراء آخر قامت به شركة سبيس إكس اليوم، هو أحوال الطقس. أحوال الطقس هي مواتية للغاية بنسبة 70% لانطلاق القمر. سرعة الرياح هتكون 8 ميل في الساعة، الحرارة هتكون من 27 ل 28 درجة مئوية، وهيكون هناك تجمع للسحب بنسبة 55%. هذه الظروف الجوية وظروف الطقس هي مواتية لإطلاق القمر المصري نايل سات 301. بقي أن نؤكد على نقطة هامة للغاية. مصر النهاردة تنطلق إلى مرحلة جديدة إلى الفضاء ب 301، بتترجم نقطة هامة وهي الجمهورية الجديدة التي يعيشها مصر في مختلف ربوع المحافظات المصرية. هذه ترجمة لخطوات التنمية التي تشهدها مصر. مصر الآن بإطلاق 301 إن شاء الله على خير هتكون وضعت أقدامها ما بين مشغلي الأقمار الصناعية في معظم دول العالم، والخاصة بتزويد القمر بخدمات الإنترنت فائق السرعة. هذه الخدمات كل مشغلي أو معظم مشغلي الأقمار الصناعية يضيفون هذه الخدمة، ومن ثم نحن نقف إلى جانب الأقمار
ومشغلي الأقمار الصناعية فيما يتعلق بتطوير إمكانيات القمر. هناك نقطة هامة للغاية، أن مصر لها حقوق في الفضاء ولا بد أن يتم المحافظة على هذه الحقوق. نايت سات 301 هو يحافظ على حقوق مصر في الفضاء، وأيضا يعطي زخم كبير للجانب المصري فيما يتعلق بترجمة أهداف الدولة المصرية وتحرك الدولة المصرية صوب القارة الإفريقية. لأول مرة يتم تغطية إفريقيا جنوب القارة الإفريقية ودول حوض النيل من خلال قمر صناعي مصري، هو القمر الصناعي المصري 301. إليكم زميلي موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله، شكرا جزيلا لك.